منعيش كتير مغامرات بالمخيم، بس منكون وصلنا وقعدنا وخيمنا. لين أصرت إنه تخلي صديقتها ماريان تعيش المغامرة قبل ما توصل. إذا كان قصدك يا لين إنه تمتحني أعصاب رفيقتك، نجحتي. التيست كان كتير قوي وردة الفعل كمان. النصيحة إنه ما تخليها تروح على مخيم، لأنه مثل ما راح نشوف القصة مش كتير زابطة. خلينا نشوف لين ليه عملت الضرب بماريان. هاي أنا رفيقتها لماريان. ماريان من النوع اللي بتخاف من الحشرات والحيوانات، بس بالرغم من هالشي هي بتحب الكون، فقررت مع فريق إيدك على قلبك نعمل فيها ضرب. خمس ساعات؟ ايه، لانه هديك الكون عن جد تلجت وكان في حشرات بسكك الشاش تبعي. هلا كل شيء منطفين. لا هلا قاصين الحشيش، قاصين الحشيش وبيرشوا قبل ما يقصوا الحشيش بيرشوا. انا كل شيء عجبني ما عدا خبريه واحده. لا انا ما بدي اقولها لانه خبروك عنه. فظيع. أي خبر؟ شي منيح يعني؟ شي منيح؟ إيه أكيد شي منيح. في شي بكام شي مش منيح؟ لا يعني لو حسب أنا اختباراتي ما بعرف. عن جد ما خبروك؟ بلشوا. خبرونا ال وحش وما وحش وشي هيدا لا قصة، هاي القصة مش ثلاث اشهر. هاي القصة من شي ثلاث اشهر صارت. شو شافوا حيوان ومثل وش قصة وحش حيوان على شكل انسان، على شكل غوريلا او ما بعرف شو، بس انه بهيدا المنطقة بس نحن لنا يومين هون ما في شيء. لنا يومين هون نحن كامبين ما في شيء. انا اليومين هون عن جد هي القصة مزبوطة، صار من شي 3 اشهر شهرين بعد. لا ما كتير ضجت فيها منيح المنطقة هون. أنا من جاي هيك من هون. أنا بسمع فيها أبدا ما كنت ولا كمان. ما بتسمع. يلا 1 مينت. رح تفقع. بس هو حيوان. على شكل انسان. حيوان على شكل انسان. شو في ايدي الوقت؟ طب نزل الطيارة. شو بدي اعمل بكتيفة السوين هلا. مش ايدي بقى سيني بس تبس انه هون بس الطريق مو في السيارات بنقف على شو. اوكي بس هلا بعد سيني بس عدودي اول تيتر امرك حشر. حشر هلا ينزل. ما تفحت كثير. كنت عاملة كامبين قبل هالمرة؟ ايه ما كثير حبيته، ما كنت كثير مبسوطة على رايحة كامبين، بس انا اشتقت له. بدي اروح شوفه بس. بقى كثير بتنبسط بكره بنعمل كثير اشياء حلوة. هلا يرجع اول شيء هلا يعني بعرف. من روح نحن أكثر شيء متمشى. يلا أكيد. فينا نمشي؟ يا حرام شو؟ بس فينا نمشي كذبة. Woo!
عليك قلت الزادر لك على البك انت تري في ساعات الضرب وانت على تعال على البروجرام يدك على البك على ام تي في خلينا خلينا سوري بس بعد رح اوكي احلى حلوه.